بهدف ثاني لليفاندوسكي في الشوط الثاني، البايرن يفوز على الأهلي 2-0، والأهلي يتأهل للمباراة على المركزي الثالث والرابع. كابتن شريف، مباراة صعبة جدا ولكن النتيجة تعتبر منطقية. منطقية لأحداث المباراة، يعني منطقية للفرق كبير بين بايرن ميونخ واي فرقة في العالم الحقيقة، مش النادي الأهلي بس. فاللعيبة بتتحرك بأسلوب يعني صعب على أي فرقة إن هي تفضل مكان ألماني فعلا، أو حتى لو بيجيبوا لعيبة من أي حتة ماشيين على نفس السيستم بتاعهم ما بيتغيرش. لينوفسكي أنت بتقول عليه بيفضل قاعد ساكت ساكت ساكت، وفي نفس الوقت بيختار الوقت اللي يقدر يجيب بيه في أهداف، واللعيبة كلها عندهم البدائل، عندهم كل شيء. يعني كنا دايما نقول لك الاهلي بيخسر بفعل فاعل، او الفاعل طلع بايرن ميونخ، وبايرن ميونخ فرقه جامده جدا، ده فرقه ثقيله ثقيله علينا احنا كلنا. بشكر اللعيب والله اللي استحملوا الهجوم ده كله مع التحفظ لينا، ان احنا دايما وابدا بنبحث عن احسن تشكيل لينا، احسن وجود في الملعب، طريقه اللعب قدام الفرق. حتى انت هتلاعب بالميرز بعد كده، فرقه ثقيله برده مش سهله، لازم كل اللي حصل النهارده ده نحطه في اعتبارنا في المباراه الجايه، على اساس ان احنا يبقى لنا مركز في التدويج باذن الله على المركز الثالث باذن الله، والبرونزيه دي حاجه بطوله لوحدها يعني. صحيح. ف هتتكلم على الفنيات، هتتكلم على اي شيء حصل، هم بيدوروا الكوره بسرعه جدا، وعندهم سرعه كبيره جدا بدنيه، وعندهم هدف ان هم يعني زي ما قال هاني كان بيقول عندهم سادس بطوله. صحيح. بيحاولوا يحققوها، وعندهم امكانيات رهيبه. يعني احنا قاعدين مشفقين على اللعيبه والسيستم اللي احنا بنلعب بيه، ان احنا حتى ما عندناش عمق هجومي. صحيح. نقدر نستند عليه، وان كان متاخر، ان كانت الحكايه بتتاخر للشوط الثاني، فانا ما عنديش اي حاجه اقولها دلوقتي الا لما نخش في الفنيات والاهداف اللي دخلت ازاي، والتحكيم والدنيا هتمشي ازاي. انما فرقه حقيقه تستاهل يا كابتن ايمن، تستاهل تكسب. صحيح. وتكسب مكسب كويس يعني. وبشكر الديفنس بتاعنا النهارده تماما، على راسهم ايمن اشرف واللعيبه اللي لعبت وبنون. الحقيقه شالوا حاجات كتير برضو، عرضيات كتير، عينيهم على طول فيها ارهاق من كتر التحركات اللي هما بيشوفوها، من كتر يمكن حتى فرقه ده احنا تعبنا من بره. فرقه البيان تاني شوط هديو. صح. بقوا بيفكروا ساعات ان هما يجيبوا الجون السهل، بيفكروا ان هما ما يعملوش يعني يخشوا في اي خطر يحصل منه اصابات او يحصل اي حاجه، ابتدوا يلعبوا الكوره. احنا كمان الضغط على الخصم كان غير موجود خالص، ولما بتضغط بتستحوذ وبتاخد. بعد الاستحواذ ما بلاقيش السوبر رانر بقى اللي انا متعود عليهم، لان الامكانيات كبيره قوي، امكانيات اللعيبه هنا والحاله اللي كنت بقول لك عليها البدنيه صعبه جدا. انت عايز ترجع بقى لايام هولندا والفرق اللي هي كانت بتلعب مع المانيا فيها السرعات، كرويف، الناس دي عايزه النوعيات دي من السرعات. عايزه حد يقدر يبادلها التحكم، ويبادلها الضغط، ويبادلهم كل حاجه عشان يبقوا موجودين بشكل مثمر يقدروا يجيبوا جوان. ولكن هقول لك على حاجه حسيت انا وهاني يمكن في شوط تاني، يعني احنا عندنا شكل احسن شويه من الشوط الاول. عندنا محطات يمكن كنا نروح بكذا كوره نقدر نجيب منها هدف، لدرجه طول ما انت كنت مغلوب 1-0 كنت حاسس ان انت جوه الفرقه، جوه الماتش. يعني انت في اي وقت كنت تتعادل، وكنا متهيئ لنا ان احنا ممكن نخطف كوره. كوره واحده بس تلعب صح. أيوة. دخول وتحرك واحد زي ما هم بيلعبوا كده احنا نعمله صح. محمد هاني يخش لجوه ويطلع حسين الشحات، وتلعب عرضيه يقدر اي حد يخطف كوره في ما حصلت لناش الفرصه دي. وكان الكوره اللي اتخطفنا فيها في الكوره العرضيه دي فيها بعض الاخطاء طبعا، لكن الارهاق النفسي على اللعيبه اللي كان موجود يديهم العذر يعني. وهارد لك، وان شاء الله الماتش الجاي يكون فيه احسن بكتير يعني باذن الله. ان شاء الله كابتن علاء، مجهود كبير من اللعيبه على مدار الشوطين. يمكن زي ما قال كابتن شريف اتحركنا شويه الشوط الثاني، ولكن 2-0 برضه تعتبر نتيجه مقبوله. هو نتيجه مقبوله لفرق امكانيات ايمن في الاهلي. بقول لك لازم نلعب في فرق امكانيات بين اللعيبه على المستوى الفردي والجماعي، وبعدين فرق احتكاك كمان. الدوري الالماني دوري قوي جدا جدا جدا، وده دايما احتكاك بتاعهم اقوى حاجه واعلى حاجه. لكن المباراه كانت مرهقه جدا 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 بدنيا مبدئيا، لازم نعرف كده. صحيح. لعيبه النادي الاهلي بذلوا مجهود قوي جدا، خصوصا الشوط الثاني، مجهود مشرف الشوط الثاني، شوط محترم بغض النظر عن اداء بايرن الشوط الثاني، لكن انا بتكلم على الشكل بتاع الشوط الاول. احنا هنا الكلام هنا بين الشوطين يا ايمن،
قلنا خلاص احنا جه فينا جول نلعب خلاص. الموضوع انت مش خلاص مش يعني مش طمعان تكسب البايرن، بس على الاقل تلعب لعبك العادي. الناس كلها احترمتك الشوط الثاني، شكلك الى حد كبير احسن. الهدف الثاني جه ممكن كانش يجي خالص صحيح. لكن هو جه برضه ممكن يكون خطا. لكن اللي انا عايز اقوله مجمل المباراه، قبل المباراه جمهور النادي الاهلي دايما كان نفسه في حاجه صحيح. الناس كلها، وعلى فكره دي حاجه مشروعه مش عيب صحيح. لكن انت دايما ما يكون نفسك في حاجه، انت عندك ثقه في فرقتك، انت فريق ما شاء الله كبير جدا واسمك كبير جدا 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 صحيح. لكن دايما في الاخر الكوره شئنا ام ابينا في امكانيات، في فروقات في الملعب كتيره جدا جدا صحيح. الفروقات النهارده هي اللي كانت ظاهره. يمكن يؤخذ لعيبه النادي الاهلي الشوط الاول حته ان هو توتر وخوف شويه، في قلق جامد جدا صحيح. واضحه جدا صحيح. القلق ده يا ايمن بين الشوطين مستر موسيماني غالبا شاله ان هو مش عايز حاجه مباراه يعني انت خسران 1-0، فالعب انزل الشوط الثاني العب لعبك العادي حتى لو زي ما بقول لك انا بايرن مش ما بقاش طمعان قوي. لكن واضح ان هو فيليك بعد الهدف انا قلتها يا ايمن بين الشوطين قام ومبسوط لان هو في حاجه ايمن الفريق الالماني عملها، وعلى فكره دي حاجه حلوه قوي في النادي الاهلي ان فريق المانيا احترمك جدا 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 صحيح. حتى طريقه الكلام في المؤتمر الصحفي كيميش فيليك بيتكلموا عن النادي الاهلي بقمه الاحترام. لما تلاقي فريق كبير زي بايرن ميونخ بيتكلم عليك كده لازم تعرف ان هو مركز كويس قوي طبعا. وعارف بيقابل مين طبعا. وقلق، بس قلق مش سلبي، هو قلق ايجابي. قلق ايجابي ان هو عايز يخلص من المهمه دي وبسرعه شويه، لان هو عارف بيلعب فريق كبير جدا ممكن الكوره ما فيهاش حاجه مضمونه. عشان كده بقول لك فرحته بعد الهدف تحس انه بيلعب على النهائي، عشان هو عايز الهدف ده. أيوة. ولما كانش جاب الهدف ده في الاول، وكنا حتى بنتكلم انا وهاني، كان برضه هتلاقيه ضاغط وعايز يجيب الهدف ده بسرعه. عشان هو قبل الماتش يا كابتن مع بدايه الماتش ووقفته على الخط وهو حتى كان بيلبس الكمامه باين عليه التركيز قوي، وباين عليه ان واخد زي ما اتكلمنا واخدين المباراه بجديه كبيره جدا. مش يومها يعني، وده طبيعي. مش يومها نعم، مش يوم المباراه كمان، قبلها لا بطبيعي. حتى قبلها بتكلم عنك بمنتهى الاحترام طبعا. دي حاجه طبعًا كويسه طبعًا. جدا انت في مكانه غير خالص صحيح. كان هو بيتكلم عليك كده بلعبتك، يقول لك احنا عارفين النادي الاهلي عارفين لعبته، هو احترامك كويس قوي بعد طبعًا. الهدف الهدوء والفرحه دي برضو هو قلق من جواه، بس قلق يا ايمن هو كان ضاغط عليك قوي عايز الهدف ده. بعد الهدف خلاص ممكن الشوط الاول خلص واحد، كان ممكن يخلص اكتر من كده. الشوط الثاني هو مش مستعجل على المكسب، بس انت شكلك احسن مجهود مشرف لعيبه النادي الاهلي جدوا كتير قوي. الشوط الثاني بدات تظهر ملامح شويه من النادي الاهلي، تحركات نوعا ما خلاص. بص ايمن، اسوا حاجه تصيب لعيب الكوره التوتر. أيوة. والله مش بدني ولا حاجه، والبدني التوتر مش بدني كمان. حتى وانا تعبان قوي انا لعيب كوره كويس هعرف ابص على الاقل وانا واقف، انما طول ما انا متوتر وفي حاجات كتير قوي في دماغي قلق. أيوة. اعتقد لعيبه النادي الاهلي كانت نوعا ما في توتر شويه صحيح. وحته ان هو عايز يلعب بايرن ميونخ وممكن يكسب وكده، برضو انت دماغك مشغوله بحاجات كتير قوي. مظبوط. مستر موسيماني عمل الحاجه اللي كانت مطلوبه من الشوط الثاني، اللي هو هدى شويه اللعيبه خلاص. انا مش طمعان في المباراه، لكن على الاقل العبوا لعبوكوا العادي، وده حصل الشوط الثاني. مجهود ممتاز لعيبه النادي الاهلي، خلاص المباراه انتهت، صفحتها اتقفلت. على فكره حصل النهارده شيء متوقع وما فيهوش مشكله، في حاجات في الكوره دايما متوقعه على فكره مش غريبه فما بتحصل ماشي، لكن خلاص ما نزعلش. لا خالص بالعكس. لا بص يا ايمن، انت رايح البطوله دي ما فيهاش زعل. أيوة. انت رايح البطوله دي زي ما بقول لك انا، اللي هو العادي المطلوب منك العادي بالنسبه لك عملته مع الدحيل. بعد كده انت بتدور على مركز. ما حصلش النهارده مع بايرن ميونخ، ان شاء الله مع بالميراس تلعب يا رب ان شاء الله توصل ببرونزيه بشكلك بادائك، بعيد خالص على التوتر وبعيد عن الضغوطات خالص باذن الله رب العالمين. قبل ما نروح لكابتن اسامه هنروح لزميلنا امير هشام من ملعب المباراه ونشوف ايه اخر الاجواء عنده. مساء الخير يا امير، ازاي؟ مساء النور عليك يا كابتن ايمن، تحياتي ليك ولضيوفك ولكل مشاهدي الاهلي في كل مكان. يعني هارد لاك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي. النتيجه المنطقيه هي اللي حصلت، فوز البايرن على الاهلي بنتيجه 2-0. ان شاء الله الاهلي يركز باذن الله في مباراه بالميرس، والهدف اكيد دلوقتي هو المركز الثالث باذن الله تعالى. الفريق هيشتغل من بكره على طول على هذه المباراه اللي هتكون يوم الخميس. لكن الاهم ان انا خليني اقول لحضراتكم ان كان جمهور النادي الاهلي بمجرد ما اطلق الحكم تقرير النهايه حيوا اللاعبين بحراره شديده جدا، ويعني هتافاتهم اهم 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 ابطال افريقيا اهم ورجاله رجاله، ويعني يعني الشيء الطبيعي اللي دايما متعودين عليه من جمهور النادي الاهلي الكبير ايا كانت نتيجه المباراه. لكن هم يعني مبسوطين من اداء النادي الاهلي النهارده، رغم ان كان في يعني امكانيه ان احنا نكون افضل من كده كمان، لكن في نفس الوقت انت بتلعب فريق بيلعب مستويات يعني عاليه جدا جدا،
فهي النتيجة المنطقية، لكن دايما جمهور النادي الأهلي دوره بيبقى بارد سواء في الفوز أو الهزيمة. يعني الجمهور كان متقبل نتيجة المباراة؟ نعم يا كابتن. الجمهور كان متقبل بعد المباراة النتيجة اللي انتهت عليها المباراة؟ بالظبط، متقبل جدا الجمهور، وقعد يحيي اللعيبة بشكل كبير جدا، حتى اللعيبة لموا بعضهم وراحوا للجماهير في كل مكان في الملعب وحيوهم وتقابلهم يعني دي الصوره الحضاريه دايما اللي احنا متعودين عليها من جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيكون سند الفريق ايا كانت ايه هي النتيجه. ويعني لحد دلوقتي خليني اقول لك ان في بعض من لاعبي النادي الاهلي بيعملوا بعض اللقاءات الصحفيه عقب المباراه، وايضا بعض لاعبي بايرن ميونخ وجماهير يعني بعضهم لسه موجود وبيحاولوا يحيوا اللاعبين حتى هم بيعملوا اللقاءات. يعني اجواء كلها في الحقيقه جيده جدا و في تقبل كبير للنتيجه. طبعا جمهور النادي الاهلي دايما بتبقى نفسه الاهلي يكسب، لكن المنطقي طبعا ان البايرن بالمستوى العالي بتاعه هو اللي يفوز ويتاهل للدور النهائي. التفكير خلاص كله بقى في المباراه اللي جايه في الفراس، ان شاء الله باذن الله الاهلي يحاول يرجع مصر بالميداليه البرونزيه باذن الله رب العالمين. طمني بقى على حاله اللعيبه، احنا شفنا علي معلول جاله شد، اعتقد هيبقى من الصعب انه يلحق الماتش الجاي. في حد تاني من اللعيبه حصل له حاجه؟ يعني علي معلول عنده شد في العضله الخلفيه، حط تلج وربط رجله، واضح ان هو يعني دي صعبه، الشد ده هيعطله طبعا على مباراه البالميرس. صحيح. لكن بقيه اللاعبين بحاله جيده، يعني مفيش اي اصابات الحمد لله، الا بقى لو ما نرجع كمان للفندق هنشوف هل في حد عنده اجهاد مثلا عضلي او حاجه، ده لسه هيبان خلال الساعات اللي جايه، لكن حتى الان مفيش اي اصابه غير علي معلول بس في العضله الخلفيه. هل كان في رد فعل من مستر موسيماني على اللعيبه ادته خلال المباراه؟ لا لحد دلوقتي مفيش اي رد فعل، هو حياهم وشكرهم على الاداء داخل ارضيه الملعب، ويعني قال كلام مقصد جدا بالنسبه للاعبين، وكان طبعا مصافحه ما بينه وبين طبعا المدير الفني لباين هانس فليك، ويعني اجواء كانت طبيعيه جدا ما بينهم. وطبعا بعض لاعبي النادي الاهلي يعني تبادلوا قمصان الفرقتين مع فريق بايرن ميونخ عقب انتهاء المباراه، ويعني الاجواء طبيعيه والامور جيده، ويعني الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله باذن الله قادم افضل بالنسبه للنادي الاهلي. الفتره اللي بين المباراتين، المباراه ديت والمباراه اللي الثالث والرابع، فتره قصيره جدا، هل مستر موسيماني كان قايل البرنامج ايه اللي هيتعمل من بعد ماتش النهارده؟ لا ما كانش اعلن طبعا على البرنامج خالص بخصوص اليومين اللي جايين، لكن هو المنطقي واللي هيحصل ان بكره هتكون تدريبات طبعا استشفائيه للنادي الاهلي بعد المجهود البدني الكبير اللي كان مع فريق بايرن النهارده، وبعد بكره ان شاء الله يعني يكون في بعض التدريبات الخططيه او التكتيكيه بناء عليها هيلعب مستر موسيماني في مباراه بالميرس يوم الخميس باذن الله تعالى. باذن الله رب العالمين. متواصلين معاك برضو يا امير، وان شاء الله لما توصل الفندق تقول لنا اخر الاخبار عندك ايه. الف الف شكر لزميل العزيز امير هشام. كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء، النتيجه تعتبر مقبوله، نتيجه الفوارق بين الفرقتين ونتيجه كمان احداث المباراه على مدار الشوطين. مظبوط، احنا يعني اتكلمنا في البدايه وكلنا عارفين ان بايرن ميونخ ده بطل اوروبا، وقلنا بطل اوروبا يعني بطل العالم يعني. والنتيجة متوقعة، ولكن الجماهير أو النقاد أو إحنا بيبقى بنتكلم على أساس إن ممكن تحصل مفاجأة أو أمل إن إحنا ممكن نكسب اللقاء، يكون لعيبة النادي الأهلي في أحسن حالاتها، يحصل عدم توفيق من فرقة البايرن، لأنه طبيعي المستوى اللي الفرق الإفريقية بتلعب فيه في الدوري الإفريقي أو الدوري المصري مش زي المستوى الأوروبي أو مستوى الدوري الأبطال أوروبا، فنتيجة منطقية جدا. الشوط الثاني الأداء اتحسن كتير، يمكن الكابتن علاء قال النقطة اللي هي كلنا كنا بنقولها قبل الاستوديو دوت وفي الاستوديوهات اللي فاتت، انه ليه القلق والخوف الزائد عن اللزوم. يعني الشوط الاولاني متوقع ان بايرن هيضغط عليك، لان ده اسلوب لعبه مع كل الفرق اللي بيلعب معاها. مظبوط، كل الماتشات بيضغط ضغط عالي جدا. ده هو يمكن كمان النهارده مستر فليك عمل حاجه اخر ماتش بتاع هارتا برلين كومان جاب جون 1-0، كان بيلعب بكيميتش بس في نص الملعب واحد قدام الاربعه، وكان حاطط اربعه وبعدين ليفاندوسكي.
كان حاطط ثاني وكومان على الاطراف وتحت لينفسك مولر وجنابري. أيوة. النهارده برضه هو محترم النادي الاهلي بتاريخه انه بطل افريقيا، ملاعب روكا جنب كيميتش في نص الملعب وخلى ثاني على دكه البدلاء، يعني لعب 4 2 3 1 ومع ذلك مشي بنفس الاسلوب. هو ده اللي بنقوله انه الطريقه حاجه، شكل الطريقه 4 1 4 1 4 3 3 4 2 3 1، لكن الاسلوب في اللعب انه بيضغط ضغط عالي جدا بعدد كبير، بيضطر في الشناوي انه يا اما يلعب كره طويله لقدام او لما بيحاول ينقل قصير مع ايمن وبنون وحمدي وكده بتتقطع الكره بسرعه. صح. فكان في تخوف زياده عن اللزوم. كان في حاجه كمان ثانيه سلبيه الشوط الاولاني، حمدي وعمرو وقفشه والشحات وطاهر بيرجعوا لورا بس ما فيش اي ضغط. ما هو مش معنى ان انا اضيق المساحات في نص ملعبي ان حتى لعيبه بايرن لما بيخشوا في نص ملعبي ما يحصلش الضغط على لعيبه بايرن. كان بيتسابوا بيتنقلوا من جنبهم ومن وراهم وقدام ايمن اشرف وبدر بنون وجوه ال 18 بيتراجعوا لجوه ال 6 ياردة كمان، فحصل قلق كتير وخوف. ده كله رجع عن نتيجه الخوف الزائد. فالشكل ما كانش كويس الشوط الاولاني لكن عدى ب 1-0. الشوط الثاني تخلوا شويه عن يعني حته الجزئيه الخوف دي والرهبه قوي من بايرن ميونخ، ابتدى الاداء يحصل فيه تحسن، ابتدينا نشوف بعض الملامح في بعض الهجمات. صحيح مش خطر قوي ولكن ابتدينا نشوف ال 18 بتاع بايرن ميونخ، ابتدينا نشوف نوير، ابتدينا نشوف كور على الاجنب، لكن كان بيحصل يا اما نهايه مش حلوه في اللمسه اللي قبل الاخيره او كده، لكن بصفه عامه الاداء اتحسن الشوط الثاني. لا اما النتيجه فهي كانت منطقيه طبعًا. يعني طبيعي ان 2-0 بالنسبه لبايرن مع الاهلي نتيجه طبيعيه. وعلى فكره انا عايز اقول لك حاجه، يعني طبعا الهزيمه هزيمه طبعا، ما خلاص الهزيمه وارده طبعًا. ولكن البعض كان يعني بيقول لك ان الفروقات كبيره قوي قوي والنتيجه يعني بعض الناس قالت قبل الماتش النتيجه هتكون كبيره جدا، بالرغم ان النادي الاهلي ما كانش في حالته النهارده ومش يعني في احسن من كده. طبعا في احسن من كده كتير طبعا، ولكن برضو زي ما انت قلت وزي ما الكابتن علاء قال النتيجه تعتبر مقبوله جدا برغم انها خساره، ولكن 2-0 تعتبر نتيجه مقبوله بالنسبه للفارق بين الفريقين. بعض الناس مش هم بيشجعوا النادي الاهلي طبعا يا كابتن، ده انا قصدي طبعا مش لازم اقول مين لكن كمان مش جماهير النادي الاهلي. طبعا 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 بالعكس، جماهير النادي الاهلي كانوا ناس كتيره كانت بتقابلني النهارده قبل الاستوديو يقول لك ممكن نكسب احنا هنكسب، يعني عندهم تفاؤل. لكن اللي بيقول كده ده حد يعني غالبا غير طبعا يعني مش اهلاوي، مش اهلاوي. واحنا بتوع النادي الاهلي من جوانا عارفين ان الفروق اكتر لبايرن، بس كان عندنا امل. المهم ان الموضوع انتهى بشكل مقبول و2-0، ولكن اللعيبه ما اثروش داخل الملعب خصوصا من ناحيه المجهود. لا ما اثروش، اولا النهارده واحد زي هاني مثلا عمل جهد غير طبيعي. صحيح. بيلعب عليه كومان وديفيز من احسن طبعا، يعني عمل مجهود كبير. طاهر عمل مجهود كبير، طبعا الشناوي نجم الفرقه النهارده، ايمن اشرف عمل جهد كويس. في ناس عملت جهد كبير والباقيين حاولوا، لكن يمكن في بعض الناس ما كانتش موفقه قوي، في ناس كانت احسن شويه. المهم ان شاء الله في ماتش بالميراس ان شاء الله يوم الخميس انت بتلعب على ميداليا، ارجو ان الخوف ده ما يبقاش موجود. ما هنتكلم فيها من الناحيه الفنيه يعني هنتكلم فيها لما نتكلم عن الماتش من الناحيه الفنيه، هنتكلم فيها نقول ايه اللي هيحصل بعد كده. كابتن هاني زي ما قال الكابتن علاء والكابتن اسامه، الاداء اتحسن بعض الشيء الشوط الثاني، ولكن برضو افتقدنا الحلول الهجوميه. يعني انت جيت في فتره من فترات بتقول لما احنا مش عارفين نبدا من تحت والشناوي بيلعب الكور الطويله، فاحنا المفروض الكره الثانيه المفروض احنا نلعب عليها. كنا بعيد عن الكره الثانيه بالظبط، احنا كنا بعيد. خلينا نتكلم الاول في النقطه الاولانيه، احنا طبعا الطموح قبل المباراه كان طموح مشروع لكل جماهير النادي الاهلي. صحيح. وجماهير النادي الاهلي دايما طماعه ودايما عندها المكسب، حتى لو بيتلعب احسن فرقه في العالم بيكون نوع من الامل ونوع من الطموح، طموح مشروع جدا. طيب. نتيجه المباراه نتيجه اعتقد نتيجه عادله بالنسبه لمجريات المباراه. كمان على الورق نتيجه طبيعيه ان البايرن يكسب الاهلي، لكن خلينا نقول كل الشكر للاعيبه النادي الاهلي، لان واحنا كلاعيبه عارفين قد ايه المجهود اللي اتبذل جوه الملعب. مظبوط. في بعض الحاجات اللي كانت ممكن تبقى احسن،
لكن خلينا اللي ظهر المباراه بالشكل دوت هو احترام البايرن ليج. صح، لو اي مباراه مع فرقه كبيره ممكن الفرقه ديت ما تدكش احترامك، ما بيكونش فيها تركيز قوي بالنسبه لك، فلما انت بتنزل بيكون عندك مساحات هم بيفاجئوا بمستواك داخل الملعب. النهارده من خلال رؤيه فليك قبل المباراه، من خلال كمان اول نص ساعه من المباراه من لعيبه البايرن، لا نازلين مركزين قوي، واضح جدا ان هم مذاكرين النادي الاهلي بشكل كويس. التوتر اللي كان الكابتن علاء قال عليه، كنا نتمنى التوتر ده يروح اول ربع ساعه ويبقى تحس انك كمان موجود في الملعب، انك بتستمتع بالمباراه، لكن البايرن ما ادكش فرصه تعمل كده بصراحه. صح، يعني حتى ما ادكش المساحه انك تدخل جوه المباراه ولا تقدر تخش المباراه بشكل كويس. الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني، يعني بدايه الشوط الثاني اول ربع ساعه لا بدا في مساحات شويه وبدانا نمسك الكوره بشكل احسن. وصلنا شويه لمنطقه ال18 بس ما فيش فينش، فبدات شكلك يبقى احسن شويه، لكن بعديها رجعنا تاني لنفس عمليه الاستحواذ بالنسبه لهم. الكره الثانيه، الكره الثانيه لو اتكلمنا على ان ازاي كنا نبقى ممكن نكون احسن شويه، ضغط عالي من البايرن يبقى ما عندكش فرصه انت كمان يا شناوي انك تلعب الكوره مظبوط لحد وتبدا هجمه. طيب الشناوي كان بيلعب كوره طويله، عند كوره طويله معناها انك تلعب الكوره الثانيه معانا على الشاشه قدامك. طبيعي ده الضغط العالي، طبعا فريق البايرن ضغط عالي عالي، يعني بيضغطوا خلاص مفيش فرصه للنادي الاهلي. طب على الشاشه عندنا برضو الضغط العالي، مفيش فرصه للنادي الاهلي ان هو ممكن يحضر بطريقته اللي بيحصل بيها في الدوري المصري، انك الناس بتديك مساحات فبتبدا تحضر. في الوضع ده يا كابتن هاني المفروض اللي يحصل بقى ايه؟ الوضع ده المفروض جدا ان محمد الشناوي يقول لخط الظهر، يقول لايمن اشرف وبدري بنون اطلع زق لقدام لغايه دايره النص، يعني لغايه تطلعهم لغايه دايره المنتصف، لان الوضع دوت مش هتقدر تبني بيه. فتخيل انت دلوقتي الشناوي مطلع كل الناس دي قدام، لو لعب الكره الطويله وحتى هم خدوا الكره انت بتسقط في نص الملعب، تلعب على الكره الثانيه، تلعب على الكره الثانيه هيبقى لعيبه النص قريبين منك. صحيح. هناخد الكره ونبدا حتى نمسك كره في نص الملعب. صحيح. يعني نمسك الكره في نص الملعب، لكن اللي كان بيحصل ان مثلا الشناوي بيحاول يطير الكره لقدام لحسين الشحات او يطيرها الكهرباء، ده مش تارجت. حتى لو ما خدهاش بيبقى الكره الثانيه بياخدها كيميتش، بياخدها كارل مارك. فدي كانت استحواذ، ودي اللي كمان بتخلق، يعني ده بنتكلم عليه، كل الخطوط ديت اللي واقفه هتلاقي اللي عليه دايره ده اللي بياخد الكره الثانيه. يعني الكره الطويله لو اتلعبت هتروح مثلا، هيبقى كان دي الكره الثانيه دايما هم بياخدوها وبيبدا عمليه الاستحواذ. صح. ودايما الحته دي اللي بنتكلم عليها ان هم بيكونوا قريبين حتى من ان هم يعملوا هجمه، مش هجمه مرتده لكن قريبين من التلت الهجوم. هاني ليه احنا ما نعملش كده يا يوم بالميرس؟ ما هو دي كلها اخطاء اسلوب لعبهم، اعتقد اسلوب اسلوب لعب بقى بالميرس. يعني انا ليه ما اعملش هاني زي ما بايرن ميونخ عامل لي محطتين قدام كده وضاغط من البتاع؟ ليه انا عندي فرصه كبشريف اخيره؟ يعني كبشريف فريق بالميرس برضو فريق على مستوى عالي، خلي على عيني وراسي. احنا لو هنصنف المستوى العالمي من القوه والمهاره والوعي التكتيكي والكلام ده، هتلاقي بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، برشلونه، ريال مدريد، الحتت دي احنا بعيد عن القصص دي. انما لازم يبقى لي وجود كابتن، يعني ما يحصلش فيا، كنا بنتكلم كلنا مع بعض، ما يحصلش فيا اللي حصل فيا النهارده ان انا ما عنديش الكره الثانيه. فانا ليه ما اعملش المحطات دي؟ هاني اعمل المحطات دي بعد اذنك من الاول. ليه انا ما بقاش ليا الوجود ده؟ ليه انا ما بفكرش كده؟ ليه انا احط بواليا ولا احط حد لوحده كده قدام واعمل 4 2 3؟ ليه انا ما غيرش؟ ليه انا ما بقاش عندي ناس من المجهود الوفير، او ان هي اي كوره بتتنط زي ديانج زي؟ ليه ما افكر الماتش الجاي انا بلعب على دلوقتي على ميداليا؟ ميداليا البرونزيه زي الفضيه انك هتتوج. صحيح. لو هتلعب نفس الشكل المباراه الجايه دي اعتقد ان مش دي اسلوب لعبنا. احنا عندنا كوره، واديك شفت الشوط الثاني، الكره الثانيه اللي انت بتتكلم عنها دي انا عايز ابنيها بقى. ما انا بتكلم احنا، هو انت لعبت بطريقه لعب انت مش متعود عليها. ان فريق، مفيش فريق حتى على مستوى البطوله الافريقيه مفيش فريق ضغطك من قدام بالطريقه دي. فالتحضير انك خلاص انت واجهت فريق بيحضر بهذا الشكل او بيضغط بهذا الشكل، الحلول اللي ممكن تتحل بيها ايه؟ كان ممكن، ما بقولش الحل ده كان هيبقى الحل السحري يعني، لكن على الاقل كنت الوجود. على الاقل استحواذ. النقطه الثانيه يا كابتن، يمكن الكباتن عارفين حتى التوتر اللي حصل لك وانت بتاخد الكوره، انت يعني مش عارف تباصي 3 4 باصات. ده نتيجه
حاجتين. الحاجة الأولانية إن ما كانش فيه تارجت سترايكر تاني، إنك بتطلع لي أنت لما يكون عندك مشكلة في الاستحواذ بتلعب على تارجت سترايكر، بيوقف الكورة بيبدأ يطلع الناس وبتبدأ تلم، فما كانش موجود. يعني كهربا مش تارجت سترايكر، بتكلم عندنا بعد كده كلهم أجنحة، فده كان جزء. الجزء التاني توتر شوية عمرو السولية وقفشة وحتى حمدي فتحي وحسين الشحات، في إنك بتستلم الكورة وتحت ضغط مش عارف تتحرك، تحت ضغط انك تسلم الكرة، ده برضو اثر بالسلب على عملية حتى الاستحواذ. يعني ممكن جدا كنا عملنا استحواذ حتى لو سلبي، انك بتمسك الكرة تنقل اربع خمس نقلات. في حاجة انا عايز اقولها، كان يبقى الشكل احسن في الشوط الاولاني. ما كنت هتكلم حاجة في الشوط الاولاني وبانت قوي حتة التوتر والقلق اللي انت بتقول عليه. في اوقات كتير جدا الكرة كانت بتيجي مثلا ناحية اليمين لحسين الشحات وفي قدامه فاضي، كان يروح واقف وراجع على جوله ويرجع كرة ورا، مع ان المفروض ان هو في الامور الطبيعيه هيروح، علشان برضه كان في الارتداد من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. يعني وانت بتدافع كنت واقف على فكره كويس في الحاله الدفاعيه، وبايرن عمال يلف بالكوره من اليمين للشمال لغايه ما يلاقي ثغره. عمليه التحول ديت محتاجه ان يكون عندك تارجت، محتاج انك تكون ماشي. عندك محطه تطلع عليها، ولازم تطلع بشكل اسرع شويه. يعني ماشي. الزق القدام كان قليل شويه. في حلول فرديه يا كابتن هاني؟ لا كل لا. ده خلي بالك في فروقات، واتكلمنا على الكلام دوت قبل المباراه عشان الناس ما تقولش بس ده بعد الاهلي ما اتغلب بيقول لك في فروقات. لا الفروقات دي موجوده، امكانيات تانية. والامكانيات ورتم المباريات، رتم المباراه نفسه مختلف عن رتم المباريات الافريقيه طبعا. يعني بتتكلم على الرتم نفسه، رتم السرعه ازاي للبايرن كان فاتح الملعب قوي جدا، يعني موسعين الملعب بشكل كبير جدا حتى لو في كثافه عددية. لا هو موسع، جنابري موجود على الخط تقريبا، استخدم اجناب الملعب كلها موجود على الخط الناحيه الثانيه. طريقته يا هاني طريقته، هو بيلعب بالطريقه اللي متعود عليها بالظبط، عشان كده بالنسبه له حاجه طبيعيه. انت بالنسبه لك، احنا كلنا بنقول النهارده الاهلي عمل مجهود قوي لان مختلف الاداء صح. مختلف والطريقه مختلفه صح. نوعيه اللعيبه مختلفه، عشان كده احنا يعني كلنا الحمد لله قلنا الشوط الثاني مجهود النادي الاهلي يشكر عليه كل اللي عملوه النهارده. لكن يا جماعه الطريقه مختلفه والنوعيه مختلفه والريتم الريتم صعب قوي والخصم مختلف. لا ما هو الخصم هو اللي بيعمل كل ده ايمن، ريتم يعني هو في المانيا او بايرن ميونخ عامه لوحده متعود على الاداء والريتم ده. مظبوط. ممكن يعملوا 90 دقيقه ما عندوش فيها مشكله زي ما هاني بيقول. الريتم مش سريع، هو مش ريتم لا سريع. انا عارف. لا لا لا. لكن ريتم ان هو بتحافظ قفلت في حته بتروح هو انت هاني عارف الريتم كان سريع امتى؟ لحد ما جابوا الجول في الدقيقه او 25 دقيقه لحد ما جابوا الجول، بعدين مزبوط. بقى يعني بيلعبوا هادي بالظبط. انت كان مشكلتك الجزء الثاني، احنا قلنا مش هتقدر تجاري بايرن ميونخ طول الوقت في عمليه الضغط. وكابتن شريف يقصد ان انت ما تخافش وفي وقت لازم تضغط من قدام صح. ده حقيقي بس محطات صح حقيقي صح. بس انا اقصد ما كنتش تقدر طول الوقت مع فرقه بيقت بالنواحي البدنيه العاليه بتاعت بايرن ميونخ والمستوى اللي بيلعب فيه بتاع انك تفضل تضغطه طول الوقت، فانت كان طبيعي انك تلم الورا. بس هي كانت المشكله الكبيره لما الكره بتتقطع بعد ما بتاخد الكره، بعد ما بتاخد الكره مش عارف تعمل ايه في الشوط الاولاني. يا اما حسين الشحات زي ما انت تقول بيجري بيها ناحيه اليمين ما بيلاقيش حد خالص معاه. نقف عند كلمه اسامه، نقف عند كلمه ما بيلاقيش حد دي. ليه ما بيلاقيش حد؟ ما هي دي بقى كانت خسوره. لازم نفهم احنا ليه ما بيلاقيش حد. علشان برضو كابتن اقول لك، علشان ما فيش حد يسند عليه. يعني حسين الشحات لما بيروح لقدام لو في تارجت سترايكر هيسند عليه شويه ونطلع يعني. كهربا مش تارجت سترايكر. لا والتحول يا كابتن من الدفاع للهجوم كان بطيء. ما ينفعش يبقى كهربا لوحده، في خوف، لازم في خوف ده لازم يبقى في تحركات للناس اللي هي معاها الكوره دايما، زي ما بيحصل مع بايرن ميونخ، مع التركيز مع السرعه انت لازم انا بتكلم على اللي جاي. يعني انا مش بتكلم على تحليل المباراه دي، تحليل المباراه دي عايز اخد السلبيات دي اغلى ايجابيات. معنى يبقى في جرأه عن الحاجات دي يعني طبعًا. لازم يبقى في جرأه عن كده. لا لازم يبقى في ليه وجود عن كده. انت ما شاء الله طبعًا. مثلت مصر ومثلت نفسك وانت من احسن الانديه اللي موجوده افريقيا وفي الدنيا، وشكلا وموضوعا الحقيقه احنا وضعنا في قطر 10 على 10 بصراحه. حتى النتيجه دي احنا كلنا متقبلينها، وياما فرق اكبر منك عشرات المرات خدوا 7 و8 من الفرق اللي احنا بنلعبها دي. برشلونه واخده 8-2 وخرجوا بيكلموا نفسهم ازاي ده حصل يعني مزبوط. انما احنا لازم الماتش الجاي انا اشوف حاجه تانية خالص صح. يعني خلي بالك ده مش مبرر للهزيمه وهي هزيمه برضو، ولكن احنا بنتكلم على نقدر ازاي نستفيد من مباراه النهارده. حلو قوي. وعايز اقول لك حاجه على بالميراس، لعيبه صغار سن بيتحركوا سرعة جدا أيوة، انما برضو بيعملوا محطات قدام بس مش بنفس المهاره والتكتيك اللي بيلعب بيها بايرن ميونخ دي، بنفس على طول فاتحين الاطراف. انت لازم يبقى عندك، انت
اصلا مهددهم قبل ما يجوا لك. أيوة. يعني مش هينفع اجيب فرقه عندي لغايه نص الملعب اقول انا بعمل تكتل دفاعي واعمل كونتر اتاك، انت اصلا ما عندكش كونتر اتاك، ما عندكش المحطات اللي احنا اتكلمنا. حضرتك بتتكلم على اخطاء حصلت النهارده، هي دي. عايزين نتكلم عن الرؤى الفنيه ايجابيات بقى ان شاء الله. ايه اللي كان ينقص النادي الاهلي النهارده؟ المحطتين اللي هم قدام دول، انا حسين الشحات بيمسك الكره مش لاقي حد، بيضطر يمسك الكره وهو ما عندوش امكانيه السرعه والمراوغه اللي هو يعدي من واحد واثنين وثلاثه ويروح ويهدد ديفيز هيسيبه ده قده مرتين يعني. ففي امكانيات كانت موجوده في الملعب ما نقدرش نتخطاها، ما نقدرش نقول ليه ما عملش كده، لان دي امكانياته الفوارق موجوده احنا عارفينها، بس انا عايز اقفش بقى في اللي جاي يعني. صحيح، لازم المفهوم يتغير كله بصراحه. بمناسبه الماتش النهارده كلنا نقول ديانج يبقى موجود يا ايمن، ابو سليم مش موجود، كلنا نقول ان لازم محطتين قدام عشان يبقى لك وجود وتقدر تجيب اهداف. عايز اقول لك قبل ما تطمع يعني حته التشكيل ده، كابتن شريف اتحاد الكره المصري طلع بيان هني في النادي الاهلي على المجهود الكبير اللي بذله لعيبه النادي الاهلي النهارده. كل الاحترام للنادي الاهلي الحقيقه والف شكر، يعني حاجه احنا حاسينها كلنا. الاولاد مؤدبين جدا، حافظوا على الفرقه، انما كل ما كانوا بيضغطوا يا ايمن بياخدوا الكوره. انت بتتكلم على طريقه لعب، بتتكلم على طريقه لعب ولا على افراد؟ بتكلم على النادي الاهلي في وجوده في الفرصه اللي هي جايه بالميرس. انا خلاص بايرن ميونخ ده وضع طبيعي، حلمنا، ولكن حلم طلع واقع بتكتيكس عاليه احنا جدا، احنا مش يعني مش بتاعتنا. كويس، احنا بنتكلم على الاخطاء اللي وقعنا فيها النهارده علشان الماتش اللي جاي. بعد ما شفت تاني تايم انا بمحطتين قدام في روضه، بتكلم كلام اللي الناس كلها بتتكلمه دلوقتي، نقدر نبقى لنا وجود في المباراه الجايه. مش عايزين نتيجه المباراه دي تهزنا احنا ان احنا مش قادرين. لا مش قادرين دي، لان القوه الغاشمه اللي كنا بنلعبها بيلعبوا سيستم محطوط كده، وعي تكتيكي وقوه بدنيه اللي احنا عارفينها بتاعت الالمان دي كلها على العالم كله مش على النادي الاهلي فقط. فاحنا كنا بنطمع وبنحلم ان احنا نكون لغايه اخر دقيقه حاجه و80 ان احنا نجيب جول ونبقى جوه الحكايه، وكان عندنا الفرصه دي. احنا عايزين الفتره الجايه ان شاء الله، احنا ده كلامنا وده ودي مسؤوليتنا. ان احنا نتكلم فيها، ان يكون عندك الكارج. أيوة. مذيع وهو بيذيع بيقول لك يدي ان هذا جارج تشوت، يعني حتى ما جالكش جرأه انك انت تشوت على ما تبقاش ماتش ملاكمه بقى. أيوة. يعني انت مضغوط عليك مضغوط عليك، واجي حاسب لعيبتي حرام. انا ما اقدرش احاسب لعيبتي بهذا الشكل، ده اللعيبه عملت كل اللي عليها. أيوة. غير التوتر زي ما علاء قال واسامه وهاني وانت قلت في توتر فعلا. صحيح. في توتر وخوف، توتر وخوف على التيشيرت، على التيشيرت الاحمر. أيوة. مش توتر وخوف عليا انا كلعيب. أيوة. على الجماهير اللي جات لي دي تحييني النهارده وتقف جنبي وتساندني. أيوة. ما شاء الله، يعني احنا في حاله مؤمنين بيها كلنا. أيوة. ان نتيجه المباراه كويس قوي، ان هي طلعت 1-0 كنا نتمناها 1-0 1-1 2-1، يعني تبقى الحكايه لينا في الوجود. بس 1-1 كنا هنكمل هنكمل ونلعب بقى. انا عايز الجرأه. أيوة. العبوا يا اولاد، يعني ما فيش مشكله والله خالص. احنا ياما كسبناهم وياما كسبنا فرق جات لنا هنا بالجرأه بان انا بنزل ادي اللعب بتاعي، مش بس مش بالتعليمات اللي هي انت مش لا يعني. لا لا، بس في حاجه، انت ممكن برضو يكون الخوف والقلق عند اللعيبه خصوصا اللعيبه المصريين، ان انت لما بتفتح الجيم مع فرق بالستايل دوت او بالطريقه دي او الالمان بالذات ممكن يعني كنت تستغل ده. مش يعني ده مش كتير. معلش هو النهارده مش ماتش ودي على فكره. بالظبط، مش لعب ودي. وانت بتتكلم عن انا ما لعبتهم ودي زمان؟ لا ماليش دعوه، انا بتكلم عليهم هم. انا بتكلم دلوقتي، ما هو لازم لا الوضع اسمعني بس. انا بتكلم النهارده، لا انا بتكلم النهارده الناس تلعب على بطوله يا حبيبي. انا بتكلم النهارده على مش اللي حصل في الماتش ده، اللي انا شفته في الماتش ده. ما اقدرش يبقى في جرأة اكتر من ما اقدرش الماتش الجاي افوته كده. لازم يبقى لي وجود في الماتش الجاي واضيع اجوال واعمل عرضيات وليا ضربات ثابته وليا كل حاجه. لازم اكون جوه الجيم هناك، لان فرقه بالميناس عمرها ما هتبقى زي فرقه ميونخ. لا طبعا، بس فرقه جامده، خلي بالك فرقه قويه، كره مختلفه. اذا كسبوا سانتوس، وسانتوس فرقه مش سهله هناك طبعا، ودخلوا في التصفيات بكده. فلازم احنا نبقى موجودين في الجيم باسلوب معين من الوعي التكتيكي اللي احنا نلعب بيه. بس ماشي كابتن علاء، نتكلم بقى على اداء النادي الاهلي على مدار الشوطين. انت قلت الشوط الثاني اتحسن الوضع قليلا، ولكن عايزين نستفاد من ماتش النهارده عشان الماتش اللي جاي. ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها الشوط الاول، وايه الاخطاء اللي وقعنا فيها الشوط الثاني؟ احنا ما بنتكلمش على الخصم اللي احنا بنلعبه على فكره، احنا بنتكلم على اداء النادي الاهلي النهارده. هو اخطائك النهارده يا ايمن عشان الخصم اللي انت بتلعبه. اه طبعا، بس هو بص، وانت بتعمل اخطاء ليه في الملعب؟ مش عشان انت وحش بالدرجه، عشان في الخصم اللي قدامك مش مديك متنفس ان انت ممكن تعمل حاجه. هو ضاغط عليك كويس قوي، قافل كل مفاتيحك
خلاص. واللي حصل قبل المباراه انت هتلعب بايرن ميونخ، الاسم وطريقه اللعب وكل حاجه برضو رهبه يعني طبعا الرهبه على فكره مش بعذر اللعيبه على فكره طبعًا. ممكن بتحصل طبعًا. على فكره أكيد. وزي ما بقول لك دي بطوله، وهم عايزين البطوله دي. كل تصريحاتهم ايمن ان هو رايح المباراه للنادي الاهلي عشان عايز يستثمر كويس، فهو رايح على اساس عايز يكسبك عشان هو عينه على بطوله، فمش مش رايح يلعب 90 دقيقه مش هيهزر معاك كويس. هو محترمك كويس قوي وضغط عليك كويس قوي كويس. اللي حصل النهارده احنا قلنا الشوط الاول حصل شويه توتر والشكل مش هو حلو. ايه الحلول اللي كانت ممكن من بس خلي بالك احنا كلنا قلنا ان التغييرات اتاخرت شويه صح؟ ممكن يعني مستر مسمان هو الموضوع التغييرات هو ما انا بقول لك هو بيتحكم فيه. ممكن يكون اتاخرت شويه، ممكن كان لازم بين شوطين على طول بالظبط، لان كان بين شوطين حتى يعمل تنشيط للاعيبه وكده اعتقد كان هيبقى افيد، لكن هو ده تفكيره واحترم. لكن من لو نتكلم بقى كان لازم الشوط الثاني التغييرات تبقى بسرعه شويه طيب. لو بين الشوطين كنت غيرت كان بالشكل ده بحيث التوتر ده تروح منك، الرهبه دي تروح خلاص. انت المباراه مغلوب 1-0 انت خلاص يعني انت كان في حاجه كده بتتمناها ما حصلتش. حلو تلعب كويس تلعب لعبك انت بتقول تلعب لعبك بجانب الرهبه اللي حصلت الشوط الاول والقلق والخوف واللي ضيع مننا بدايه المباراه. ايه الاخطاء الفنيه اللي وقع فيها النادي الاهلي الشوط الاولاني؟ الشوط الاولاني لا الشوط الاولاني انت كنت بتدافع بس ايمن وبتعمل خطا ثاني انك كنت بتمسك الكوره بحس ان كل واحد لوحده مفيش حد. حته المسانده وحته الجماعيه بتاعت النادي الاهلي مش موجوده. كان من الشوط الثاني بقول لك شخصيه النادي الاهلي في الشوط الاول ما كانتش موجوده صح. الجماعيه بتاعتك تميزك مش موجوده. فردي على لعيبه بايرن ميونخ بتبقى صعبه شويه. كان حتى هاني كان بيتكلم فيها في فرق قوه جامد قوي ايمن، قوه وسرعه وتركيز عشان تعدي من واحد بيبقى فيها مجهود مضاعف أي. فانت حلك الوحيد كنت لازم تدور على الجماعيه بتاعتك أي. الجماعيه بتاعتك مش هتيجي طول ما انت متوتر وخايف ايمن. اصابه علي معلول بدري فرقت معانا شويه من ناحيه الهجوميه، ممكن من ناحيه الهجوميه من ناحيه الشمال كمان علي من اللعيبه التقال في اكيد تقال في الفريق كمان. لكن هي حته ان هو كل واحد بيمسك الكره مش لاقي التاني دي صح. حته انا مش عايز اروح خايف شويه متوتر شويه. لو بتلعب بطبيعتك هتمسك الكره تلعب اللعب الجماعي اللي بيميزك دايما لحد ما توصل الحته الفرديه بتاعتك اللي كان بيتكلم عليها الشريف المحطه اللي قدام، اذا كانت كهربا ولا بواليا ولا شريف اي حد هتوصله الكره سهله. الكره ما بتوصلش سهله يا ايمن، انت بتوصل بالكره وانت تعبان جدا صحيح. وحتى بتمسكها عشان تلاقي واحد لازم تحتفظ بالكره فتره كبيره قوي صح. ومساحات الجري كتير قوي يعني الناس كلها بتقول لك حسين كان بيجري كتير قوي بالكره مفيش حد بيقرب أي. هي دي اللي ده اللي كان عاملك كل التعب ده. الشوط الثاني يمكن بقول لك قربت شويه المسافات، لعيبتك بدات تقرب من بعض، امتلكت الكره شكلك كويس، يمكن نهايه المباراه شكل كويس يعني الجول الهدف الثاني ده يعني اعتقد ما كانش ليه اي داعي، لكن حصل يعني حتى لو خرجت 1-0 مفيش مشكله خالص. احنا معانا صوره للجول الثاني اللي دخل فينا، لو نقدر نجيبه، مش طبعا مش من الماتش، ولكن نقدر نجيب الجول الثاني جه فينا ازاي او نجيب الاجوال جت فينا ازاي ونقف عندها شويه لو نقدر يا سمير نحاول نعمل. ماشي اتفضل يا كابتن علاء. بس انا بقول لك انا انت الشوط الثاني نوعا ما رجعت شخصيتك شويه، تلاقي نفسك في الملعب، الباصات بقت احسن، بقت اهدى شويه. الى جانب ان عايز اقول لك حاجه، ان بايرن ميونخ برضه الشوط الثاني هدي شويه قوي. هو هدي هم بص يا ايمن العقليه الالمانيه لازم تحترم كويس قوي أيوه. هو مش بيغالي في المجهود وحاجه، هو اللي عايز مباراه 1-0 مظبوط، وشايف ان الاداء مطمئن في الشوط الاول، الشوط الثاني بيلعب بهدوء خالص. الخطوره ما فيش قلق بالنسبه له. انت عارف لو انت كنت عامل خطوره للبايرن يا ايمن كنت هتلاقي الموضوع مختلف بالنسبه لهم هم يعني هي دي المشكله. لكن الشوط الثاني بتلعب من رجل لرجل شكلك لو ما احسن، لكن الخطوره ما كانش فيه خطوره خالص النهارده. لكن في الاخر هتتكلم هتقول فرق امكانيات كبير قوي بين 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 بايرن واستعداداته والدوري بيلعب فيه ودوري اوروبا زي ما كان بيتكلم اسامه. الاحتكاك قوي جدا، لعيبه قويه جدا 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 صحيح. لكن في الاخر هتقول لعيبه النادي الاهلي ادت اللي كانت اللي عليها، مفيش حد قصر. حته ان هو كان نفسه يكسب ونفسه يلعب بالنهائي دي حق مشروع، لكن ما حصلش. هي كانت بتلعب على امل حتى لو ضعيف جدا عند جماهير النادي الاهلي وعندنا، لكن كان في امل تلعب عشان صحيح. ما حصلش، لكن كل صحيح. الاحترام وكل الشكر لعيبه النادي الاهلي على المجهود، وزي ما بيقول كابتن شريف تبص بقى على القادم ان شاء الله. القادم ركز ان شاء الله ترجع بالمركز الثالث بلعبك العادي بشخصيتك بقى، تلعب بشخصيه النادي الاهلي اللي شريف عمال يتكلم عليها دي، هي بين قوسين كده شخصيه النادي الاهلي. لعبك بقى طبيعي خالص صحيح. لعب الجماعه بتاعك كويس قوي، اللعب الفردي خطوره على الجول صح. شكلك
لازم اساعدنا علاء اكيد ايوه لازم اساعد اللعيبه كمان بتكتكس موجوده. هو مش هغير مش هغير تكتكس. هو ده اللي انا بتكلم فيه علاء. لا لا عمره ما هغير يعني. هو يلعب نفس يعني الطريقه لكن ديانج مع سوليه ولا لا يعني الافراد الافراد ولا حد تاني ديانج يديني حريه علاء ليك انت وانت بتلعب وانا بلعب في النص انه يخلي سوليه ده يعمل طفره لقدام. هو الكابتن علاء بيتحرر يحرر نفسه على الطريقه مش الطريقه غير افراد لكن هي الطريقه تبقى واحده غير افراد دي حاجه طبعا هو مستر مسلمان هيشوفها لكن طريقتك بقى العاديه وطموحك انت يبقى عندك طموح بقى اعلى يعني بقى ان شاء الله يعني ان شاء الله طموحك انت يبقى اعلى في المركز الثالث ان شاء الله. بمناسبه الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن علاء على اللعيبه والمجهود اللي ادوه النهارده الاتحاد الدولي النهارده بعد المباراه فيفا علق على اداء الرائع والمشرف اللي قدمه النادي الاهلي امام نظيره بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم وصفا اياه بالاداء البطولي. والفيفا قال على حسابه الرسمي الناطق باللغه العربيه نهايه اللقاء بفوز بايرن ميونخ أمام الأهلي مع أداء بطولي لرفقاء الشناوي. نفس الوقت مولر قال الأهلي بايرن ميونخ مصر وكان خصما عنيدا لنا. وكمان عبر عن سعادته بفوز فريقه على النادي الأهلي وقال إحنا طبعا مسرورون بالوصول للمباراة النهائية والأهلي زي بايرن ميونخ بالظبط في ألمانيا ولكن هو بايرن ميونخ مصر وفريق كبير ولديه جمهور كبير وجمهور رائع وجمهور كان إيجابي وممتع جدا. وقال إن الوصول النهائي هو كان الهدف الأسمى لينا للفوز بالسداسية التاريخية في موسم واحد. قال كمان إن النادي الأهلي صعب المباراة علينا وكنا الأفضل ولكن كان علينا إحراز الهدف الثاني مبكر شوي. الهدف الثاني اتأخر ولكن كان علينا ان احنا يعني نجيبه مبكر شويه. قال ان احنا اخر 15 دقيقه سيطرنا على المباراه والاهلي كان خصما عنيدا. كابتن اسامه الشناوي كمان قال بعد المباراه لعيبه النادي الاهلي رجاله وباذن الله باذن الله بنوعد جمهورنا ان احنا نلعب على ميداليا المباراه القادمه. كلام جميل ومنطقي من نجوم كبار. اولا مولر او طبعا الموقع بتاع الاتحاد الدولي انه يقول كده عن النادي الاهلي ده حاجه شرف لينا. مولر كونه انه يقول انه النادي الاهلي كان خصم عنيد وتعبنا كلام منطقي. وهو قال كلمه اللي هي كانت جون التاني يجي بدري وده شفناه في مدربهم فيليك. تحس ان والنتيجه 0-0 وبعد 1-0 كان مشدود طول مزبوط. الوقت وعايز يجيب الجون الثاني عشان يهدى. ليه؟ لانك انت كل مهما كانت كفاءتك كل ما الوقت بيطول حتى يمكن هاني واحنا قاعدين وشريف وكده كنا بنقول يمكن تحصل مفاجاه 1-0 نجيب جون في اخر دقيقه ولا فطول مزبوط. ما هي كانت 1-0 في يعني بصيص من الامل صح. لكن بنشكر طبعا مولر واحد من نجوم العالم لكن طبعا هم كانوا يستحقوا اللقاء وكسبوا عن جداره يعني والنادي الاهلي بذل جهد كبير. بالنسبه للشناوي انا بقول هو نجم من وجهه نظري انا ان هو نجم النادي الاهلي النهارده مستواه رائع رغم الضغط الشديد جدا في اوقات كثيره من اللقاء وخاصة الشوط الأولاني بيطلع حاجات في زحمة وتكتل كبير قوي قدام منطقة الجزاء وده الغلط اللي احنا وقعنا فيه الشوط الأولاني. كانت لعيبة النادي الأهلي والمدافعين ونص الملعب بندخل لجوه ال 18 زحمة جدا ودي تعمل أخطاء ومشاكل كبيرة لحارس المرمى. ومع ذلك الشناوي كان نجم فرقة النادي الأهلي النهارده وطبعا كلامه منطقي يعني. فنتمنى انه 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 الماتش بالميراس زي ما كلنا قلنا انه مش هيبقى بقوه بايرن ميونخ لكن طبعا بطل امريكا الجنوبيه والبرازيل المفروض نعمل ايه ان شاء الله. لا انا اقصد بس انه لازم علاء قاله وشريف وهاني اكيد بيقولوا برضو شخصيه النادي الاهلي ولازم يبقى فيه جرأه شويه ماشي نقول الكلام دوت باذن الله بعد الفاصل. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن هاني رمزي ونجومنا الكبار. أرجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين وقبل ما نروح للكابتن هاني عندنا كذا يعني حاجة كده عايزين نتكلم فيها.
الحاجه الاولانيه ان صفحه الاتحاد الافريقي هنى النادي الاهلي على الاداء المشرف النهارده، وقال ان النادي الاهلي كان خير ممثل لافريقيا في مباراه اليوم، وتمنى للنادي الاهلي التوفيق في المباراه القادمه. في نفس الحكايه الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي قال ان علي معلول حس بتقل شويه في العضله الخلفيه ولذلك طلعناه، ومن بكره ان شاء الله هنبتدي الاجراءات العلاجيه لعلي معلول. الثالث حاجه يمكن مولر اللعيب الالماني منزل صوره على الصفحه بتاعته مع التيشيرت بتاع محمود كهربا ومتصور مع حمزه علاء اللي هو الحارس الثالث للنادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي قدم اداء مشرف النهارده. كابتن هاني، الاستفاده من الاخطاء النهارده او من ماتش النهارده؟ طيب قبل ما نتكلم على الاستفاده من الاخطاء خلينا نتكلم ان احنا فخورين بالنادي الاهلي طبعا، واحنا كفايه ان احنا قاعدين في استوديو تحليلي بيحلل مباراه النادي الاهلي مع بطل اوروبا صح، علشان كل الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا واللي بيعامل كوميك لازم الناس دي تعرف ان احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي هو الفريق الوحيد اللي وصل للعالميه بدون مجامله، واحنا يكفينا شرف ان احنا بنحلل مباراه النادي الاهلي ضد البايرن ميونخ بطل اوروبا. مش ما مش عايز اقول اسماء هم اللي بيتكلموا، لا لا انا هقول هم اللي بيتكلموا يا كابتن هاني، هم فين اصلا؟ خلينا ما انا بقول لحضرتك خلينا نتكلم ان احنا كل الاهلاويه فخوره بلاعيبتها طبعا، نقول للعيبه شكرا على المجهود الرائع، ولكان في سقف طموحاتنا عالي شويه ده بسبب اللعيبه وبسبب ان احنا جوه النادي الاهلي صح، هو ده النادي الاهلي اللي دايما بيرفع سقف طموحات جماهيره، حاجه تشرفنا جدا وحاجه تشرفنا ان احنا موجودين دلوقتي، وان مصر كلها وافريقيا كلها بتتفرج على النادي الاهلي الممثل لدوله مصر ولقاره افريقيا. مزبوط. فده بعيدا عن الفنيات بعيد عن اي حاجه، ان احنا فخورين ان احنا موجودين في النادي الاهلي مهما كان اداء اللعيبه. هنتكلم فنيا انا كابتن علاء، هنتكلم ونروح ونيجي والمفروض ده كان لعب كده، لكن احنا بنقول النادي الاهلي بيلعب قدام بطل اوروبا بايرن ميونخ اللي في اعتقادي من افضل فرق على مستوى العالم. يغفل النادي الاهلي فخر النهارده انه يكون موجود في هذا المحفل في نصف نهائي كاس العالم للانديه، يكفينا فخرا ان احنا بنحلل مباراه ضد بطل اوروبا صحيح. احنا نتكلم ما بيننا لاعبتنا لا المفروض تعمل كده، كابتن شريف من غيرته عايز اللعيبه تاكل النجيله ولازم نبقى احسن، بس احنا بنلاعب بايرن ميونخ صحيح، ما بنلاعبش يعني بني عبيد يعني صحيح. فهي الموضوع مختلف تماما. حلو بني عبيد دي يعني احنا بنتكلم على فكرتني ببني عبيد، يعني بقول لك احنا بنلاعب بلاعب احسن فرقه على العالم. احنا هنا عيله النادي الاهلي بنتكلم، كابتن شريف غيران على فرقته، كابتن علاء بيتكلم على طبعًا. احسن كابتن اسامه بنقول ايه اللي هيحصل الماتش اللي جاي كلنا دوت، لكن احنا فخورين بفرقتنا طبعا. اجي للسؤال اللي حضرتك اتكلمت فيها كابتن ايمن، ايه الاخطاء اللي حصلت وازاي نرتبها؟ بغض النظر عن الفوارق الكبيره الفنيه والبدنيه بنتكلم على بعض الاخطاء في عمليه التحول من الدفاع للهجوم صحيح. دي جزئيه لازم نشتغل عليها كويس قوي. الجزء الثاني عمليه في وقت من الاوقات ممكن حتى تستحوذ سلبي، يعني دايما نقول الاستحواذ السلبي ملوش لازمه في بعض المباريات انك بتستحوذ انك تنقل خمس ست نقلات بتدي ثقه لنفسك ولفرقتك ان انت قادر أي. فدي لازم برضو نشتغل عليها كويس على مستوى ممكن نتكلم على مستوى التشكيل بدايه المباراه. في مباراه زي ديت محتاج تارجت سترايكر، لو بتلعب على تارجت معين انك تطلع حتى مش قادر تبني من تحت، وده واضح ان النادي الاهلي بسبب الضغط العالي للبايرن ما عندوش فرصه ان يبني ويلعب لعبه زي ما بنقول. فالجزء الثاني البديل انك تعمل ايه؟ انك تطلع الكره عاليه وتاخد الكره الثانيه عن طريق تارجت لعيب تسعه واقف بيحضر على كورته بشكل كويس بيبدا يطلع الناس. الجزء الثاني ممكن يكون في وسط الملعب شويه، ممكن كان وجود ديانج شويه في مباراه زي ديت مع بدايه المباراه ممكن ياثر صحيح. شويه ليه؟ لان ديانج من الناس حتى لو ما فيش حد يسند عليه بيقدر صح. يتحرك بالكوره في التلت، وده كابتن هاني خلي بالك بان خلال الشوط الاول بالذات حته التحرك بالكوره والتحرك كمان بدون كوره، يعني احنا مش عارفين نطلع على تارجت. فانا شايف ان ديانج حتى لما بيقطع الكوره ياخدها ويروح ممكن. لو عنده مسافه عنده من القوه والسرعه مزبوط. انه يعدي وينقلنا للتلت الهجوم صحيح. ده ممكن يكون علامه استفهام برضو، او طبعا كل الاحترام لموسيماني لان كمان موسيماني اعتقد
يعني عدد كبير جدا مباريات. النهارده اول مباراه خساره بالنسبه لموسيماني، بيلعب فريق كبير، مش ده مش دي المباراه اللي هنقيم فيها موسيماني. في بعض الاخطاء اللي احنا بنتكلم عليها من وجهه نظرنا احنا واحنا قاعدين هنا في الاستوديو هاديين، لكن الله يكون في عون الراجل طبعا بيلعب احسن فرقه في العالم. فدي ممكن اعتقد ان عدم وجود تارجت سترايكر، يعني كهربا مش 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 فيرود صريح. الجزء الثاني ان وجود ديانج ممكن جنب حمدي فتحي مش عمرو السوليه، انه ممكن يعمل الحته اللي كانت ناقصانا شويه انه ينقلنا للجزء للثلث الهجومي. الجزء الثاني عمليه التحول كمان من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، صح. انك انت هتفضل تدافع كتير، وفي رايي متواضع ان كان ممكن عمليه الضغط تبقى مش انت كنا بنرجع قوي، يعني في وقت من الاوقات كان كهربا وقفشه تحت خط النص بحوالي 10 متر، صحيح. فانت خلاص دلوقتي بتلعب تقريبا على خط ال 18. خلي بالك ده احنا شفنا كمان في اوقات كتير جدا ان كهربا هو اللي بيرجع وقفشه قدامه. انا اتكلم على الخط خط الضغط حتى يطلع قدام شويه، يعني نبدا مش هقول لك نضغط عالي، لكن نبدا من قوس من القوس يعني تلتين ملعب، لان انت لو واقف في تلتين ملعب كمان خط الظهر هيبقى بعيد شويه عن خط ال 18، وكان مع نفس المساحات اللي بنلعب عليها. فدي كلها اجزاء بنروح ونيجي فيها، احنا بنتكلم واحنا قاعدين طبعا في التكييف، لكن موسيماني الله يكون في عونه تحت ضغط مباراه، ومباراه صعبه، اللعيبه طبعا تحت ضغط فرقه كبيره مش قادرين هم حتى كمان يلعبوا لعبهم. فاعتقد الماتش اللي جاي هيكون فيه اختلاف شويه على مستوى الاداء. كل اللعيبه دلوقتي اعتقد كمان عندها اصرار اكبر ان احنا ان شاء الله نحقق ميداليه. على مستوى التغييرات انا شايف التغييرات برضو اتاخرت الى حد ما، كان ممكن زي ما الكابتن علاء ممكن ما بين الشوطين نغير شويه، نغير حتى طريقه اللعب، يعني مش لازم تبقى 4-2-3-1، ممكن جدا في وقت من الاوقات 4-4-2 حاجه. ممكن كابتن شريف بيقول لك فكره يبقى عندك جرأه هجوميه شويه، فكره أربعة ايه أربعة المشكله اتنين. ما انت مش خسران حاجه، العب 2 سترايكر والعب 4-4-2 هتقفل نص الملعب، عايز تقفل المساحات هتقفل، بس كل دوت بتبقى عمليه صعبه جدا للمدير الفني انه ياخد الخطوه ديت في اوقات انت جوه الماتش جوه الماتش مباراة. يعني مظبوط. طيب هنروح لزميلنا مينا ماهر في اهلي الشيخ زايد ونشوف انطباع الجمهور على اداء النادي الاهلي بعد المباراه. تحياتي ليك يا كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اداء مشرف واكثر من رائع للنادي الاهلي، يعني شرفونا مباراه كبيره جدا. النادي الاهلي قدر فيها بايرن ميونخ نتغلب على النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، لكن اداء رجولي، اداء متميز من النادي الاهلي، وده دايما اللي معودنا عليه فريق النادي الاهلي. يمكن عايزين ندخلكم في الكواليس اكتر هنا في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، وعايزين يعني ناخد اراء الاعضاء. يعني في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اعرف منك اكتر شفت المباراه ازاي وايه رايك في اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي قدم مستوى كبير جدا، اقوى نادي في افريقيا، لعبنا بايرن ميونخ. طبعا الشوط الاول كان فيه مشاكل، والشوط الثاني قدمنا مباراه قويه جدا، وكنا قريبين من الماتش، لكن الحمد لله، يعني الحمد لله احنا لعبنا اقوى فريق في العالم كله. فريق ده كان كسبان برشلونه 8-2، احنا اقوى يعني من اقوى فريق في افريقيا دلوقتي، والحمد لله ان شاء الله ناخد مركز ثالث وناخد ميداليه ان شاء الله. شفت المباراه ازاي وشايف ازاي اداء النادي الاهلي الرجولي اللي شرفنا بيه امام فريق البافاري بايرن ميونخ؟ الحقيقه ده بطولي جدا وشيء مشرف للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. معلش كان الشوط الاولاني فيه شويه اهتزاز، لكن شيء طبيعي، احنا بنلعب يعني قدام بطل العالم بطل اوروبا، فشيء طبيعي، لكن اداء بطولي. وحابب بس اقول ان هو ده الطموح الحقيقي، هو ده الطموح الحقيقي ان احنا نلعب في كاس العالم للانديه قدام اقوى فرق العالم ونادي بالاداء البطولي ده، هو ده الطموح وهو ده المنتظر من النادي الاهلي. عايز اعرف منك شايف ازاي اداء النادي الاهلي، يعني بخلاف الشوط الاول لكن الشوط الثاني قدر ان النادي الاهلي يقدم اداء اكثر من رائع. الحمد لله على كل حال، وبنحيي الجهاز الفني واللعيبه، وطبعا بنحيي مجلس الاداره اللي وفر لنا جميع الامكانيات اننا نكسب افريقيا ونروح كاس عالم، وان شاء الله باذن الله نحقق ميداليه باذن الله. والشوط الثاني كان ممتاز جدا مننا، لولا بس الفوارق الفنيه والبدنيه اثرت على اللعيبه، والحمد لله. وانا حابب اقول كلمتين حب في النادي الاهلي، انا اهلاوي وقلبي حديد ومن محافظه قنا بالتحديد، وكل يوم بحب الاهلي، كل يوم ما بيلعب الاهلي بيبقى يوم عيد، وببقى اكتر واحد في الدنيا سعيد، والاهلي حديد. عايز اعرف تقول ايه للاعبين وتقول ايه للجهاز الفني فريق نادي الاهلي؟ قال لهم كنتوا رجاله وشرفتونا في محفل عالمي، لعبتوا برجوله وكنتوا قد المسؤوليه،
وان شاء الله في اللي جاي احسن باذن الله، ونستنى منكم مركز ثالث باذن الله. دي كانت يعني اراء الاعضاء هنا في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، يعني كله فخور بالنادي الاهلي، فخور باللاعبين، اداء اكثر واقوى من المتوقع. النادي الاهلي شرفنا. العوده ليك كابتن ايمن، ليك مره ثانيه في الاستوديو. شكرا جزيلا للزميل العزيز مينا ماهر. كابتن شريف، المباراه الجايه بقى بحط لك الفرقه اهو. كابتن معلش، انا برضو يعني كنت بتكلم كل طبعا تقدير لبني عبيدي، انا ما بتكلمش طبعا لا 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 يعني لا انت فكرتنا بحاجه. ايوه انا عشان أيوة كده بس لا 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 لا. لكن كل طبعا طبعا لا لا لا، انا بتكلم على حاجه يعني قديمه، هي دي ذكريات حلوه، هي دي. صح، اتفضل يا كابتن شريف. كنت لسه بتكلم انا وكابتن هاني وبنتكلم على اسلوب الشكل اللي احنا اللي ما عجبناش النهارده مثلا في مسانده اللعيبه لبعض، التاكتكس اللي هي ما قدرتش توفر لحسين الشحات الرؤيه اللي هو دايما كنا بنتكلم دايما بيرجع الكره لورا، مفيش محطات هجوميه اساسيه. لما انت بيبقى عندك ممكن تلعب 4 3 كويس، 4 1 2 3 1 مش كده؟ ايه 4 1 اللي هو احنا اقول لك 4 ورا ديانج قدامهم يمينه سوليه وحمدي فتحي ماشي 4 3 كده، بتلعب قفشه ادي كده، بتلعب محمد شريف وكهربا وبواليا. ايوه كويس، يبقى كام كده؟ خلاص ال10 كده، 10 خلاص انت كده مفيش وجود لقفشه. لا خلاص ده مش وجود لقفشه، مش مشكله عندك، انا بتكلم على استحواذ، يشيل مثلا استحواذ الشكل ويخش كهربا راس حربه تاني، يعني يبقى في راس حربه وكهربا لو يلعب يبقى راس حربه اللي هي انت تقدر تلعب 4 3 3 تقدر 4 4 2 نفس الشكل، تقدر تدور الحكايه بنوعيه لعيبه. ايوه بشكل لعيبه تقدر توديك على المحطات اللي هي احنا النهارده ما لقيناهاش. محمد شريف ده لعب مع منتخب مصر في المكان ده قبل كده وراح جاب جول، جاب جول وعنده تمرس في الحته دي. وانت كمان عندك بقيه اللعيبه كلها بره، يعني عندك طاهر محمد طاهر بره، عندك حسين الشحات يقدر في مستوى الاداء في البطوله يديك نص ساعه، يديك يعمل طفره ما بيلاقي حاله هجوميه قدامه مسندات. لما هو الراجل كان بيمسك الكوره ناحيه اليمين عشان يروح يخترق، مش هيقدر يخترق على ديفيز والناس دي ومفيش حد لسه هيكمل معاه. انما لما بتبقى حاطط المحطات اوريدي انك انت اللي هتسند عليها، هتلعب الوان تو، هتلعب الطويله، هتعمل اي حاجه بتبعد عنك الضغط. يعني انا دايما مش عايز تطلع اوصل بس في التلت تطلع بس تطلع الناحيه الثانيه بنفس الشكل زي ما كنا بنتكلم قبل بتاع الخطوط كلها بتطلع معاك. فالخطوط دي وانت بتضغط الكره لما تنزل الاقي احمر احمر، مش على طول الكره بتروح هناك، هتلاقي ابيض او اخضر لو كان بالميرس بتلبس اخضر. يعني لازم انت يبقى لك وجود في التحكم في نص ملعبك وفي بناء هجمات تقدر تجيب منها اهداف، لان انت بتلعب على هدف مش بتلعب على تعادل. مظبوط يعني. كابتن علاء، ازاي النادي الاهلي يلعب المباراه اللي جايه؟ هيلعب بطريقته العاديه جدا، مع اختلاف بقى التوظيف بتاع اللعيبه، مع اختلاف التوظيف ولا الافراد؟ لا الافراد نفسها، لكن مش هيغير من الطريقه. انا مليون في الميه مش هيغير طريقته 4 2 3 1، ممكن الافراد يتغيروا شويه. أي. لكن التفكير نفسه في الملعب هيختلف، الهدف هيختلف. انت النهارده عارف ان بتلاعب يعني بايرن ميونخ اعلى منك طبعا، كل الناس عارفه كده واللعيبه عارفه كده، عشان كده بقول لك كان في ضغط زاد عليهم، وده اللي كان عامل كل مشاكل بنتكلم فيها كابتن شريف دي. لكن انت هتلعب مع فريق برضه فريق كويس جدا، فريق محترم، عناصر صغيره بس مدارس مختلفه يا ايمن. انت كورتك تقدر تجاري الكره البرازيليه عادي مفيش مشكله فيها، لكن الكره الالمانيه كره صعبه، كره مجهود جامد جدا بتبقى بالنسبه لك، عشان تجاري الالمان في كوره وجري ومجهود والشكل في الملعب بتبقى مشكله. لكن اعتقد اي مدرسه ثانيه انت ممكن تلعب قدامها مفيش مشكله خالص. أي. خالص. واعتقد ان انت كمان هتبقى تلعب ماتش مفتوح، ماتش مش مفتوح بمعنى كلمه مفتوح يا ايمن، الدوافع مختلفه. أي. الهدف مختلف. أي. انت دوافع انك عايز تكسب. أي. عايز هدف، عايز توصل للمركز الثالث، ده اللي هيزي بيه اللعيبه، عشان كده الشكل هي مختلف. هو اللعيب يا ايمن على قد ما بديله افكار قبل المباراه هو بينزل يؤديها. أيوة. كل مباراه غير الثانيه. يعني النهارده انا متاكد الافكار بتاعه بايرن ميونخ ده، خلينا في الجول، لا الهدف الثاني ماشي اقف هنا لحد بس الكابتن علاء ما يكمل. لا كمل 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 ماشي اتفضل ماشي كمل. ده الجول الثاني بالظبط، ده الهدف الثاني. واحد وسط اربع لعيبه. لا انا عايز انا عايز اتكلم على حاجه واحده بس ماشي، قول. نشوف سليم مدي ظهره في الحته دي، مش هيقدر يشوط، مش هيشوطها بمينه اساسا. الحاجه الوحيده اللي ممكن يعملها بالعرض. حلو قوي كويس. بص اللعيب النادي الاهلي اللي جاي على العرض الاولانيه، بنون. ده بنون. حلو. بدر ده بنون. بدر بنون
يبقى المفروض المفروض اشرف هاني لا غير هاني هو هاني طبعا متاخر شويه ولكن الشناوي ما كانش راح على العرض الاولاني ولا بنون كان على العرض الاولاني طبعا هو تحرك بنون خلاص غلط هي بص بس أيمن بنون راح على العرض الاولاني بص ايمن هو بالشكل ده ثاني مش هيعمل غير حاجه واحده بس هيعملها وخسر بيلعب برجله الشمال مزبوط. فبيعملها باليمين هو اقصى حاجه يعملها باليمين وهيعملها بالعلو ده مزبوط. مش هيعملها جنب مظبوط الطبيعي ان ياسر راح لازم بدر ما كانش راح هنا ان مفيش حد هنا ومش ده اللي هيجيب الجول دايما احنا بنقول ايه الكره من هنا تيجي الجول اللي يبقى ليه في واحد هو اللي هيجيب الجول اللي هيجيب الجول الوقت هو الاخطر هو مستنيه الوقت في الموقف ده ما فيش حد قدامه يعني هو مش رايح مع واحد مثلا خالص ما بص هاني هو ثانيه في المركز ده او في الموقف هو ده عمره هيجيب جول خالص استحال اقصى حاجه هيعملها بالعرض بالعرض يبقى واحد بالعرض يبقى بدر كان لازم عينه على او يتاخر شويه يعني بس يعني يتاخر على لا لا كمل صح على كويس لازم كان عينه عليه حتى لو هو سرح شويه كان رايي بقى كمان محمد هاني هنا بره بره الكوره خالص كان لازم هو اكنه هو اخر واحد في الملعب وهو اللي وهو حتى لو انت بتقول ان الشناوي ما كانش يروح على اليمين شويه لكن هو ماشي الشناوي خد خطوه قريبه شويه كل كان حل المشكله دي محمد هاني موجود محمد هاني التغطية العكسيه اللي احنا مين كان بيتكلم عليها قبل كابتن شريف او هاني هاني كان بيتكلم التغطية دي تغطية عكسيه يا ايمن دي بقى هي دي لكن هي تحس برضو ان كسل كره بص هي كره كره في لغه الكره كره ميته يعني ما فيهاش اي خطوره خالص يعني الطبيعي ان الكره دي سهله جدا تطلع لكن هي كلها مجموعه اخطاء صغيره ادت لهدف تاني ملوش لازمه صحيح دمه تقيل لا ما هي خلاص ما خالص لا وضحها اللي هي محمد هاني بتاعت محمد هاني يعني صح كده زي ما علاء شرحها تماما وخلاص وضح ان هاني كمان كان لازم ما يكسلش ويجي مع ليفاندوسكي يقفل عليها حتى لو بدر اخطا وراح على الاولانيه متوقع ان ممكن يقطع من الاولانيه صحيح لكن علاء قال السليم انه كان المفروض ياخر نفسه شويه بدر مع ليفاندوسكي عشان لوحده لكن الحته الثانيه انه هاني كمان كان لازم ما يكسلش ويغطي بس دي كمان تحرك من ليفا انه هو طبعا جزء من الثانيه جزء من الثانيه اصله يعني هو خلي بالك دي كمان بتيجي من خلال لعبه مع بعض كتير فهو عارف لما ثانيه هنا وهيلعب بيمينه عمره ما هيلعب على قريبه يعني عمره لعيب كبير هيعمل الكره على القريبه القريبه ميته فطبيعي هيعمل الكره البعيده فهو ليفر كمان راح حط نفسه في البوزيشن الصح زي ما كابتن علاء قال ممكن كان بدري لو ما فيش حد قاطع هو شايف ان هو لوحده ياخر نفسه خطوتين بس ما كانش هيلحقها برضه يعني بدر بنون حتى ما كانش هيلحقها اللي كان هاني كان قلقان من ان على ال 18 هي اكتر الاخطر فيه اكتر رؤيه اخطر الاخطر اكتر رؤيه واضحه يا هاني في اللقطه دي هاني محمد هاني طبعا هو الوحيد شايف الوحيد اللي شايف الموقف كويس قوي هو يعني ممكن زي ما انت بتقول بدر حتى لو رجع هيرجع بدور مش هيلحق لكن اللي شايف المنظر كله هو محمد هاني بس عايز اقول لك حاجه هاني حتى ان هو يعني انت خلاص مالكش دعوه ال 18 ده مش هيجيب جول انت كنت تضم اكتر شويه مزبوط. وده كل بنتكلم في جزء من الثانيه كان لازم مزبوط. يعني كلها بتيجي من خلال صحيح. يعني تفكير سريع جدا انه انت عارف هاني كان لازم من امتى من اول ما ثانيه راح على الخط وبيعمل لازم كان هاني كان لازم يكون بيجري في نفس اللحظه مزبوط. ايمن وراه يعني كان بيجري بس على الجنب الثاني كان راح يغطي الزاويه بالظبط كانت سهله جدا حتى لو راحت للراجل بتاع ال 18 هيطلع يقابله كانت تبقى اسهل صح بص يا ايمن هقول لك انا حاجه احنا اتسالنا على ليفاندوسكي قبل ما نلعب ازاي نقف معاه ونمسكه قلنا له ما نوصلوش الكوره ما توصلوش الكوره فانت لازم يبقى عينك دايما على مدى الخطوره اللي موجوده ما ينفعش واحد زي ده بالطول ده فانت اربعه واحد معاك خمسه وتاني هيلعب الكره عرضية صحيح. لا لازم انا عيني بقى تبقى بتامن لي حارس المرمى بتاعي كمان مظبوط يعني. كابتن اسامه سريعا قبل ما نروح نستقبل الكابتن ناصر بعد الفاصل النادي الاهلي يعمل ايه المشجع اولا انا شايف انه في لعيبه كتير ارهقت بدنيا طبعا. يعني لعبوا الخميس والنهارده الاثنين مع فرقه تقيله بدنيا جدا لازم على الاقل ثلاث عناصر يخشوا انا شايف اولهم ديانج من وجهه نظري شريف وبواليا لازم واحد فيهم يبتدي واذا ما كانش الاثنين يعني واحد في الطرف وواحد قدام لكن لازم على الاقل طبعا المدافعين مش هتقدر تغير لانه ماشيين كويس وكمان معلول اتصاب اعتقد مش هيلحق بالشكل ده الماتش خلاص بعد يومين مظبوط فخلاص يبقى هاني واشرف واشرف ومعلول وقصدي وياسر وبدر بنون
بس في النص انت محتاج جهد جديد ديانج، وقدام محتاج حد زي بوالي او شريف كمان صح. على اساس كمان يبقوا عندهم نفس لانه الماتشات مضغوطه قوي محطات مع بقى طب ايه كمان نلعب يعني بواليا ويبقى محمد شريف من تحت وطاهر محمد طاهر وجنبهم قفشه حتى كهربا شريف بيلعب على فكره شريف بيلعب معانا شريف بيلعب على الطرف كويس يعني بيعرف يلعب مع حسام بيعرف يلعب ومع كابتن حلمي في انبي برده كان بيلعب وبيخش سترايكر يعني ده مكانه وكان هداف الدوري. انا ما زلت بقول قفشه رغم ان هو النهارده بالذات الشوط الاولاني كان قليل مش حالته، انتاجه كان ضعيف. الشوط الثاني تحسن اداؤه. اعتقد فرقه زي بتاعه بالميراس بيلعبوا كره على الارض وما فيهاش الضغط العنيف او بتاع بايرن برضو دوره مهم جدا لانه برضو هيعرف يوصل هيعرف يشوط هيعرف صحيح. رغم ان هو النهارده ما كانش في الحاله الكويسه اللي احنا نعرفها عن قفشه، لكن انا بحيي جدا الشناوي وهاني وايمن اشرف وبدر بنون الى حد كبير عمله عيب كبير جدا صحيح صحيح. طبعا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا.